الاخبار مثل ناحيه الانجازات فما سابش لعبد الله مباشر حاجه، ولكن اسمحوا لي ان انا جاي من رومانيا ان انا انقل لاسم الاتحاد العام للمصريين في رومانيا برقيه تهنئه. طبعا بنهنئ الباشمهندس اسماعيل الراجل العظيم اللي وقف مع المصريين ككل، والدينامو المحرك سياده المستشار علاء بيه صراحه كان لهم دور جامد جدا في موضوع الانتخابات الرئاسيه، جمعوا المصريين مع بعض في اوقات كانت صعبه جدا، سواء كانت في رومانيا او في السعوديه او في جميع دول العالم. بصراحه عشنا ايام جميله، ايام احتفالات، ايام عظيمه تعتبر فخر لكل واحد مصري فيها. انا جاي من رومانيا محمل برساله من المصريين هناك باسم الاتحاد العام للمصريين في رومانيا. اتقدم بخالص التهاني لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه انتصارات 6 اكتوبر، والجاليه المصريه نقول لفخامه الرئيس سرعه وبركه الله، نحن معك وكلنا معك. ان الشعب الروماني في الدوله التي اعيش فيها قالوا لي شخصيا في برنامج التلفزيون الذي اقدمه، اتمنى او نتمنى يكون لنا قائد مثل رئيس عبد الفتاح السيسي. هذا ما سمعته بام عيني في رومانيا. ولذلك رئيس عبد الفتاح السيسي عندما زار رومانيا كان اول رئيس يزورها بعد 15 سنه، استقبل استقبال حافل جدا لدرجه ان جامعه بوخارست اكاديميه الدراسات الاقتصاديه منحت فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي شهاده الدكتوراه الفخريه، وذلك اول مره في تاريخ الجامعه ان هي تعطي دكتوراه فخريه. اعطت دكتوراه فخريه فخامه الرئيس نظرا للانجازات العظيمه اللي هو قام بيها، نظرا للنقله العظيمه اللي نقل بيها مصرنا الحبيبه من دوله كانت مهدده ايام الفئه الثانيه، مش عاوز اتكلم عنها، كانت مهدده بانقسام، مهدده بحرب دمويه، كان الكل بينتظر حرب دمويه، ولكن حكمه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحمد لله قدر يوحد المصريين. اول مره في حياتي اشوف رئيس حتى مصريين الخارج كمان كلهم اجتمعوا عليه. المصريين الخارج دول عندهم شويه يعني ايه صعب ان انت ترضيهم شويه، ولكن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحه وباينه في كل الانجازات، في كل الاماكن، في كل المحافل. بصراحه يعني بصفتي كاعلامي عاوز اتكلم عن انجازات، بس علاء بيه طبعا خد كل حاجه، خد الانجازات العظيمه بصراحه ما شاء الله يعني، وكل يوم بنشوف انجازات ونشوف يعني. هديكم بس مثل بسيط اللي هو 100 مليون صح مكافحة فيروس سي، أقسم بعزة جل عندنا في رومانيا هناك تكلفة علاج فيروس سي تتعدى حوالي 70-80 ألف يورو، 70-80 ألف يورو. تواصل معايا عدد كبير جدا من الرومانيين اللي هم عندهم الإصابة ربنا يحفظهم فيروس سي، إن أنا إزاي هم يجوا يتعالجوا في مصر. فيا ريت نحن السياحة العلاجية